السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. سأرى في هذا الفيديو كيفاش تداول على العملة الرقمية المشفرة على منصة باينس بالعملة بيتكوين. صح، باش تقدر دير التداول على عملة بيتكوين لازم يكون عندنا USDT باش نقدروا نشرو عملة بيتكوين. صح، نعطيكم سبيل المثال، انا عندي 0.64 من عملة USDT. صح، كيفاش نشرو عملة البيتكوين؟ نروح للتداول، نختار عملة بيتكوين خاوتي، هيا بيتكوين بيتكوين مثال. انا حاس نشري، انا عندي USDT، نديرو البيع. قال لك انا حد الادنى هو 5 USDT، ولازم تشري من بيتكوين هي 5 USDT. مثال 5 USDT خاوتي تجيبنا بيتكوين هي 0.0004 من عملة بيتكوين. نعطيك سبيل المثال، مثال نقولوا حنايا طاح، مثال نقولوا طاح بثمانية، مثال ستين، طاح بستين، ستين ألف دولار خاوتي. مثال هنا السعر نديرو هنايا 3 دقيقة. مثال السعر هو قالك يدير 10 آلاف دولار، مو 10 آلاف، قال لك 1 بيتكوين 10 آلاف دولار. نعطيك مثال، مثال هنا طاح، مثال نديرو هنايا، نديرو مثال طاح 63 ألف دولار، طحنا وجانا ب 63 USDT. مثال نشوف هذا المبلغ خاوتي شو مليح، مثال هذا يا العملة بيتكوين. صح، شينا بهذه السومة خاوتي. مثال احنا نقولو شينا بهذه السومة، مثال طلع دقيقة خاوتي، ما علينا، المهم تشتري وتبيع بهذه الطريقة. هنا الشراء هنا البيع. مثال نختاروا عملة خدا أخرى، مثال BNB، صح. هنايا مثال أنا شريت 5 من هذه العملة، طاحت لي 3644 دولار، 5 تاع BNB. صح، هنا شريين بهذه السومة. مثال طلع، مثال نقول احنا يطلع، طلع مثال 100 دولار، 100 ألف دولار، احنا نديرو طلع بألف، احنا نديرو 5، ربحنا 5000 دولار. حنايا نديرو 5000، مثال نجيو نحسبوها دقيقة خاوتي، مثال نديرو 5000 ناقص 728، نديرو 728. صح، درك احنا شرينا قيمة 728 دولار وربحنا 5000. صح، درك شحال ربحنا خاوتي؟ ربحنا تقريبا 1000 دولار. هذه طريقة تداول، هنا تبيع وتشري، استنى حتى يطلع وتبيع، يهبط اشري بهذه الطريقة. أعجبكم هذا الفيديو، ما تنسونا بالاشتراك وخاصة في الجرس يصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.